متابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في لقاء خاص من ضمن برامج أو حلقات كازا سيتي. اليوم سنناقش موضوع ممتلكات الجماعة مدينة الدار البيضاء. القضية تفجرت في المجلس الجماعي السابق ما بين 2009 و 2015، يعني تشكلت لجنة ترأسها السي عبد الحق مبشور من أجل حصر ممتلكات مدينة الدار البيضاء في طريقة إما التسوية ديالها أو إعادتها إلى مجلس المدينة. فين وصل هذا الملف هذا، وهل استرجعت هذه الممتلكات التي تفجرت في المجلس السابق؟ من اجل مناقشه هذه القضيه دينا نستضيف السي عبد الحق مبشور، رئيس لجنه المرافق والعقود والممتلكات بمجلس جماعه الدار البيضاء من 2009 الى 2015. السي مبشور مرحبا بك. شكرا جزيلا سيدي احمد على الدعوه الكريمه، وكل التقدير والاحترام للانفاس بريس على المجهود اللي تقوم به من اجل تنوير الراي العام البيضاوي والوطني بشكل عام. شكرا سي مبشور. كما قلت في التقديم، الملف تاع الممتلكات المدينة تفجر في 2009 إلى 2015، وكان واحد من الملفات اللي يعني ديك السنة البيضاء اللي عرفها مجلس المدينة، وعلى إثرها تشكلت ديك اللجنة تاع المرافق ضمن مجموعة من اللجان الأخرى. هي ماشي دائمة، ولكن اللجان اللي استأنس بها السي سجيد من أجل عودة الروح إلى مجلس المدينة. طرحتوا مجموعة من الملفات، فين وصل هذا الشيء تاع ممتلكات مدينة الدار البيضاء؟ وعلى كل حال، حنا ما يخفاش عليك بأنه هذيك اللجنة اللي كانت كترأسها كانت مشكلة مظهرة في مجموعة ديال الإخوة اللي هما كيمثلوا جميع الفرقاء السياسيين داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، بحيث أنه الحمد لله كنا مميزين تقريبا بالعمل ديالنا اللي هو أسبوعي، واللي تقريبا وصلنا فيه 25 اجتماع من في هذيك التجربة السابقة. حاولنا أننا ننوروا الرأي ديال المجلس الموقر ديالنا المحترم السابق، وكذلك الرأي العام البيضاوي والرأي العام الوطني، حول بعد عدد كبير ديال الريع اللي هو يمارس داخل يمارس في الممتلكات ديال مدينة الدار البيضاء. علاش؟ لأن بكري كانوا عدد كبير ديال المرافق اللي كانوا كيتحكموا فيها بعض العمال السابقين، بعض رؤساء جماعات سابقة، كان تقريبا كان واحد الريع زعما بواحد الشكل اللي هو بشع. فاحنا حاولنا اننا نبسطوا العمل ديال الاخوان ديالنا في اللجنه اللي هما مشكورين اللي كانوا ساهموا معنا فيها، واللي حاولنا اننا نوقفوا على عدد كبير ديال 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 الملفات اللي هي في الحقيقه نالت الاستغراب ديال الساكنه البيضاويه واعضاء مجلس المدينه السابق، بحيث انه وصلنا لواحد المستوى ديال اننا كنشوفوا الناس كما كنقولوا حنا كيستغلوا الممتلكات ديال المدينه بلا ما يخلصوا ولو درهم واحد لمجلس المدينه، ولو درهم واحد. لقينا كذلك انه عدد كبير ديال الممتلكات ديال المدينه كانت عندها رخص ديال استغلال ديال الجماعات السابقه اللي ما بقاش عندها الصفه القانونيه، وما بقوش هذوك الناس كيأديو ذوك المبالغ، من ضمنهم عدد كبير ديال القصاريات، عدد كبير ديال الاسواق اللي تابعه للجماعات السابقه اللي كانت تابعه ل 27 جماعه سابقه. ومع الاسف ما كاينش موارد. كان عدد كبير كذلك ديال 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 الممتلكات اللي كان ضروري خص دار مراجعه ديال الاثمنه ديال الاستغلال ديالها رأفه بالساكنه البيضاويه، وكذلك رأفه بمداخل ديال مدينه الدار البيضاء. حاولت ما امكن اننا نوصلوا هذا الشيء للمسؤولين على مستوى المديريه ديال الممتلكات، فالمديريه العامه انذاك ديال الجماعات الترابيه. وفعلا اللي تلقينا واحد الرجل اللي هو السيد العام اللي كان انذاك، وكنت انا والاخ ديالنا السيد توفيق الناصري الكاتب العام انذاك ديال مجلس مدينه الدار البيضاء، ومشينا سويا عنده وجلسنا معاه حول الممتلكات ديال المدينه، ودعمنا بواحد لوجيسيال اللي هو عملنا واحد التكوين خاصه بالموظفين ديال اللي كيدبروا الممتلكات ديال 16 مقاطعه جماعيه اللي كتشمل مجلس مدينه الدار البيضاء. وحاولنا اننا نكونوا زعما في مستوى ديال الثقه اللي وضعها فينا المجلس، وعلى راسه ديك الساعه انذاك كان السي محمد سجيد رئيس المجلس السابق. وحاولنا ما امكن اننا دعمونا الاخوان ديالنا كما قلت لكم في المديريه العامه الجماعات المحليه انذاك بواحد لوجيسيال اللي التكلفه ديالو تقريبا 200 مليون ديال السنتيم، ودرنا تكوين كما قلنا، ودابا الحمد لله الان راه كل شيء الحمد لله غادي مصوب مزيان. لقينا كذلك طرح لنا مشكل ثاني ديال عدد كبير ديال الممتلكات اللي كانت بسميه الجماعات السابقه، وبحكم انه وحده المدينه
يعني جا القانون ديالها ومشات من البال ديال المشرع انه الممتلكات اللي كانت في سميه الجماعات الترابيه كلها يسترجع مزيس مدينه. حنا عملنا هذا المجهود كبير ووصلنا للمسؤولين ديالنا على المستوى الداخليه على مستوى وزارة الداخليه بانهم عملوا كذلك واحد المذكره اللي كان انا ذاك كان عملها كاتب الدوله في الداخليه الاستاذ انا ذاك السي الشرقي الدريس مع المدير العام ديال 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 لا كونسيرفاسيون فونسيير ديال المحافظه العقاريه. واستطعنا اننا الحمد لله ندخلوا عدد كبير ديال الممتلكات في ميزانيه. انتم بديتوا العمليه جهه المجيج اللي كاين حاليا من 2015 الى الحدود الان، وحنا يعني اخر سنه ولايه الانتدابيه ديالو بغى يحرك هذا الملف وجبد مجموعه من الملفات، ولكن اللي لاحظناه هو انه تم يعني بحال هذا الملف مشى الرف. علاش في رايك؟ هو بصراحه حنا بعدد كبير ديال الخلاصات ديالنا ديال اللجنه اللي هي مشكوره كما قلت لك اللي هي فيها جميع الفرقاء السياسيين بما فيها حتى الاخوان ديالنا اللي دابا الان اللي هما كي في التدبير ديال الشأن المحلي البيضاوي اللي هما اللي كينتموا لحزب العداله والتنميه. كان معايا السي عبد الكريم حزراف هو النائب ديالي ديال اللجنه، اللي هذه مناسبه باش نحييه ونشكره كذلك على المجهود اللي كان قام معنا فيه في هو وصحبه الاخوان ديالنا اعضاء اللجنه وكل ما كان كيحضر معنا وكيساهم معنا من اعضاء المجلس السابق. فالاشكال اللي تطرح دابا الان هو اننا حنا طالبنا بانه هذوك العقود ديال الاستغلال كان عدد كبير فيهم خص المراجعه ديال الاثمنه ديال الاكريه. كاين كذلك بعض المرافق اللي ما بقاش رابحه فيهم المدينه وكيخصها تفوت لاصحابها، بحال مثلا على مستوى الحي مثلا ديال لاله مريم اللي متواجد في عمله مقاطعه مولاي رشيد، اللي تقريبا كما كنقولوا حنا كاينه 8 المليار غير ناعسه تما. علاش؟ لان ما تفوتوش الدور لاصحابها رغم انه دازت اللجنه ديال التقويم ورغم انه دابا الان الناس عندهم غير 12 درهم كيخلصوا في الشهر. اذا كيف هذيك 12 درهم في الشهر لا تسمن ولا تغني من الجوع. كاين كذلك العمارات ديال بدر، الاقامات ديال بدر اللي متواجدين حدا المصحه ديال بدر، حتى هما كذلك عندهم كذلك 15 درهم في الشهر. كاين عدد كبير ديال 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 الفيلات كذلك اللي كاينين على مستوى شارع الزرقطوني، هل يعقل انهم كانت عندهم 250 درهم في الشهر كانوا كيخلصوا؟ دابا ما بقاوش كيخلصوا كاع، وكان حتى الضو والماء كان كيتعمل على حساب مزيس مدينه الدار البيضاء. ملي حنا رفعنا تقرير للمجلس وعطينا نسخ من هذاك التقرير للصحافه مشكورين عليها ومن ضمنهم كنت انت سيدي احمد لان كنشكرك جزيل الشكر لان كنا كنستافدوا من الكتابات ديالك، لا انت ولا احد مجموعه ديال الاخوان ديالنا في الصحافه المكتوبه ولا الصحافه المسموعه ولا المرئيه. فحاولنا ما امكن اننا كما كنقولوا حنا هذه التجربه هذه ملي درنا غير واحد التقديرات لقينا بانه كاين غتكون مداخل قاره لمجلس مدينه الدار البيضاء اللي هي تقريبا كتساوي بين من 200 مليار حتى 300 مليار ديال السنتيم. هادشي علاش انت كنتي ضد هذاك القرار تاع الكريدي تاع البنك الدولي؟ انت والسيد المرحاني فعلا الاخ المرحاني حتى هو هذه مناسبه باش نوجه ليه تحيه لان حتى هو واحد الراجل ديال المواقف وراجل اللي هو الحمد لله كنت تقريبا كننسق انا وياه وكانت الحمد لله كانت كتعطى نتائج ومن ضمن هذه النتائج هو اننا حنا الوحيدين انا والاخ المرحاني اللي امتنعنا اللي يعني رفضنا هاد القرض اللي غادي يكون من البنك الدولي للساكنه ديال الدار البيضاء. ما يمكنش اننا نجيو ونتقلوا الكاهل ديال البيضاويين واحد القرض اللي هو ما يمكن لنا حنا ندخلوا لي مويان ديالنا نتحركوا وندخلوا موارد بحال هكا ديال الممتلكات اللي يمكن لنا حنا نكونوا في غنى على هذيك 200 مليار ديال القرض ولا 300 مليار. هناك من يقول بان هذه الفكره هذه غير طوباويه، ما يمكنش ان الملف تاع الممتلكات غيحل المشاكل الماليه تاع مدينه الدار البيضاء، هذه فكره غير بالعكس لان مدينه الدار البيضاء غنيه بالممتلكات ديالها. ولكن شحال تقريبا احنا تقريبا يلاه عملنا واحد تقريبا ثلث عملنا يلاه 35% عملنا 25 اجتماع ويلا وصلنا 35% من الدراسه ديال الممتلكات ديال 16 مقاطعه. يعني 35% تقريبا لكل مقاطعه. كاينين المرافق، كاين كذلك الحماحم، كاين الحماحم مثلا اللي كانوا دابا عندنا مثلا غير على مستوى عملات مقاطعات مثلا مولاي رشيد كان عندنا 11 مرفق اللي هو فيه حمامات وفرار كانوا كيخلصوا من 63 من المجلس الاول كاع من 63 كانوا كيخلصوا هما يلاه 500 درهم في العام. علاش؟ لان كيخلصوا غير الاستغلال ديال الملك العمومي ديال الارض. وهذوك الناس مشاو وداروا تزيينه
كاين اللي بنا الفراران كاين اللي بنا الحماحم بهاد 11 ودابا الان سالات الحق ديال الاستغلال ديالهم هما ديال 30 سنه خاص هذاك المرفق يرجع. قلنا لهم حنا في اللجنه بانه خاص تقويم هذاك الملك شحال وتفوت مباشره لهذوك الناس بحالو بحال كما تفوتوا عدد كبير ديال الاحياء منهم البرنوصي منهم سيدي عثمان منهم عدد كبير فتا يستحسن انه هذيك المرافق اللي هي كتدخلنا واحد العدد قليل ديال 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 الموارد يستحسن اننا نفوتوا من مواليهم رافه بهم هما ورافه كذلك مزيس مدينه اللي كيخصو الامكانيات الماديه حتى يمكن له يلبي طلبات الملحه ديال الساكنه لان الساكنه واخا دير مجهود اللي درتي لابد كيخص لابد غادي يكون الخصاص. اذا المفروض اننا حنا خصنا يكون عندنا واحد النوع ديال التدبير حسن التدبير ونكونوا عاملين واحد الاستراتيجيه ديال العمل ديالنا اللي نعرفوا فين باغيين نوصلوا وشحال غادي يمكننا نقوموا هذه الاعمال هذه لانه كاين عدد كبير ديال الامور اللي كيخص غير الدار كيخص مثلا غير الدار تجديد الاتفاقيه مثلا بواحد الثمن اللي هو بسيط اللي يمكننا نجلسوا مثلا مع بعض الناس اللي هما كنقولوا حنا وكلاء ديال هذوك او النواب ديال هذوك التجار وممكن نجلسوا معهم ونعاودوا نعيدوا النظر في هذيك الاثمنه حتى يمكن ليها تدخل باتفاق دائم مع اللجنه ديال التقويم وبالتنسيق كذلك مع السلطات المحليه لان عدد كبير دابا ديال المرافق اللي دابا كلها مع الاسف ما اهتموش بها ولكن في المقابل نظرا كما كنقولوا حنا الحسابات السياسيه فتحركوا غير في بعض الملفات اما الملفات كثيره اللي خصهم نورمالمون يتحركوا فيها ودابا خلقوا واحد اللجنه ديال خلقوا واحد شركه واحد الشركه ديال التنميه المحليه ديال التراث اللي ما عندنا حتى شي حصيله عليها بحكم انه في الحقيقه المجلس تكلمتي على الحصيله تكلمتي على الحصيله سي مشور انت بانك يعني كنت عضو سابق في مجلس المدينه لسنوات طويله الان نشيط فيسبوكيا كيفاش تشوف حصيله ساعد الناس على البي جي دي في مدينه الدار البيضاء بي جي دي بالتحالف مع مجموعه من الاحزاب الاخرى؟ مؤسف جدا زعما بصراحه التجربه هذه يعني بقى بياض بقى ان بلون بقى ان بلون من 2015 ل 2021 كاين ان بلون يعني بصراحه هاد الناس مفروض انهم تبارك الله راه بداو تجربه الاخوان ديالنا ديال العداله والتنميه راه بداو تجربه تقريبا من 2003 كانوا ممتلين في التدبير ديال الشان المحلي مع السي ساجد كذلك 2009 كذلك كانوا مدبرين مع السي ساجد دابا الان عندهم الحمد لله الاغلبيه كان بودنا انه الحمد لله يعملوا واحد التحول في الدار البيضاء بصراحه علاش لان الاغلبيه ديال مجلس مدينه الدار البيضاء عندهم كذلك الاغلبيه ديال المقاطعات عندنا 12 مقاطعة اللي كيدبرها الحزب ديال العدالة والتنمية كاين تحول الان في مدينة الدار كاين مشاريع في القاعات كاين كذلك برلمانيين استاذ كاين كذلك برلمانيين انا جاي انا كندير توطئة باش غادي نوصل للجواب ديالك كاين عندنا كذلك عدد كبير ديال تبارك الله ديال البرلمانيين ديال الحزب دابا اللي كيسير مجلس مدينة الدار البيضاء كان بودنا انه يقع واحد التحول الحمد لله عندهم الوزارات اللي هما تبارك الله عندهم شان في المغرب عندهم رئيس الحكومه عندهم عدد كبير ديال الامور كان المفروض انهم يحققوا مكتسبات كثيره للساكنه ديال الدار البيضاء الا انه مع الاسف خاب داك كما كنقولوا داك الطموحات ديالنا اللي كانت معموله في هاد الاخوان ديالنا حنا كنا بغيناهم انهم ينجحوا هاد التجربه باش يمكننا نعاودوا ثاني نزرعوا واحد الثقه لعند المواطن المغربي بشكل عام والمواطن البيضاوي بشكل خاص انه يمشي وعاود ثاني يصوت وعاود ثاني يشوف الناس اللي هما صالحين يصوت عليهم وتكون واحد النوع ديال 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 المعقول يكون واحد الجديه وداروا بروفيلات وما نبقاوش نشوفوا بحال مثلا هاد المجازر اللي كتعرض ليها الديمقراطيه عندنا في البلاد من خلال بعض الناس اللي كيمشيو كيحركوا هاد الشيء ديال القفوه ديال رمضان مره كيهربوا على عباد الله وكيجيو ثاني في الاخر شهر قبل الانتخابات كيجيو كيحركوا الفلوس وكيشريوا بعض ضعاف النفوس من السماسره ديالهم الى اخره. كنلقاو بانه ليؤسف لا ان هذه التجربه كنعتبرها انا فاشله ابار بعض المرافق اللي كانت توقعت امام جلاله الملك من وراء الخطاب ديال اكتوبر ديال 2013 اللي جلاله الملك دار فيه واحد التصريح حقيقي ودار واحد خريطه الطريق للمسؤولين المدبرين ديال الشان المحلي اللي كاينين في الدار البيضاء من مدراء ديال المؤسسات العموميه من مناديب ديال الوزارات من المجالس كامله لا مجلس المدينه مجلس العماله مجلس الجهه لا يعني هاد الشركات التنميه المحليه كان خص المفروض انه وقع واحد ثوره يعني ديال العمل لان الدار البيضاء هي 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 هي, هي الخطيره الا مشى الدار البيضاء مزيان راه الحمد لله المغرب كله كيمشي مزيان
مع الاسف كنشوفوا على مستوى الدار البيضاء كان كذلك بعض الاتفاقيات اللي توقعت امام جلاله الملك على اثر هذاك الخطاب واللي هي تقريبا ترصدت لها واحد المبلغ ديال 3360 مليار ديال السنتيم. 3360 مليار ديال السنتيم فيها الانفاق في هذا الشيء ديال بعض المرافق مثلا ديال حديقه الجامعه العربيه ديال كازا بلانكاز ديال المسرح الكبير ديال الدار البيضاء ديال حديقه الحيوانات اللي كاينه في عين السبع ديال الشاطئ ديال لاميناجمون ديال الشاطئ ديال من مسرح من 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 مسجد الحسن الثاني الى سيدي عبد الرحمن. مع الاسف ما هذيك المفروض انه هذيك البرنامج النمو اللي توقع عليه لاكسيون ديال البلون ديفلوبمون من 2015 ل 2020 مع الاسف هي كان 2021 وباقي مازال بزاف ديال المشاريع ما خرجتش للوجود. هذا هو الواقع. يعني مؤلم اننا نشوفوا بحال هذه الامور هكا. كنفرض ان هاد الاخوان ديالنا يتحركوا وعملوا واحد استراتيجيه ديال العمل ديالهم من النهار الاول وبداو يعملوا واحد التقويم ديال هذاك العمل ديالهم كل سنه حتى يمكن لهم ينالوا الرضا ديال الساكنه ويزرعوا الثقه كذلك في المواطن البيضاوي. الا انه مع الاسف كنلقاو بانه كان واحد النوع ديال لا جيستيون كما كنقولوا حنا في التدبير كاين غير لا جيستيون كوتيديان ما كاينش واحد 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 العمق ديال التفكير ولا ما كاين والو تقريبا ما كاين والو. حتى بالنسبه للمقاطعات مثلا دابا الان تعطاتهم واحد الفرصه ديال انه تقريبا 10% من الميزانيه اللي كتقسم على المقاطعات احسن من التدبير اللي كان قبل لان قبل كانت تقريبا المخير من في المقاطعات عندهم المنحه ديال 600 مليون دابا الان كاين اكثر من 2 مليون ديال من 20 مليون ديال الدرهم اكثر من 2 المليار اكثر من 2 المليار لكل مقاطعه ولكن مع الاسف اللي المفروض انه كذلك يكون واحد النوع ديال القرب مع الاسف ما كاينش هذا يعني البعض كان يعول على سياسه القرب البعض كان يقول بان التجربه هذه خصها تكون يعني تسيب لي سياسه القرب اكثر صحيح. يعني خاصه كما هضرتي ان المشاريع الكبرى راه انطلقات هذه التجربه كانت تعتمد على سياسه القرب. بالنسبه لك واش الناس نجحوا في سياسه القرب ولا لا؟ انا كان بودي بصراحه انا النوبه الاولى من الاخوان لان كلهم كنعرفهم الاغلبيه ديالهم كنعرفهم كلهم مارسوا معايا التدبير ديال الشان المحلي على مستوى مقاطعه سيدي عثمان اللي هي مناسبه باش نقولها كاين الاخوان كذلك مارسوا معنا التدبير على مستوى مزيس مدينه الدار البيضاء وكنعرف الحيويه ديالهم ولكن مع الاسف خاب الظن كنقولها بكل صدق خاب الظن ديال الساكنه البيضاويه ماشي غير حنا انتم كتشوفوا دابا الطرق واش هذا الشيء كيشرفنا اللي كاين دابا الان ما كاينش اعتمادات اللي معطيه مثلا المصلحه المختصه اعتمادات معقوله. انا حسب العلم ديالي تقريبا قال لك كاينين 2 المليار اللي كاينه في هذا الشيء ديال ريفيكسيون ديال لي شوسي ما عندها حتى معنى. راه كنا حنا غير في الجماعه سابقا ديال سيدي عثمان كان عندنا فائض ديال 7 المليار كيكون عندنا كل سنه وكنمشيو كنديروا 2 المليار ديال السنتيم غير خاص بالتعبيد ديال الازقه اللي كاينين عندنا في الحي ديالنا ديال سيدي عثمان. وكذلك كان ديك الساعه المجموعه الحضريه اللي كتقوم اللي هي تقريبا كانوا مجموعين فيها كاع الرؤساء ديال الجامعات وديال الدار البيضاء كامله وكانوا هما كيعملوا الشوارع الكبرى. دابا الان الشوارع الكبرى في المناطق المحيطيه انت كتشوف انا كنهضر على المناطق المحيطيه انا ما كنهضرش على انه الدار الزفت فوق من الزفت ولا ثاني ملي كتكون شي زياره ملكيه كنمشيو ثاني وكنحطوا الشجر والولد لين ثاني كنحيدوه وكذا كذا. يعني هضرت على سيدي عثمان هناك من يقول بان منطقه تعديل سيدي عثمان منطقه مظلومه. علاش منطقه مظلومه؟ لان فيها اكبر ولا اكثر يعني المرافق اللي تدخل المدينه خزينه مدينه الدار. كاين مارشي كريو كاين مارشي تاع الحوت كاين تتليج متفق مع المزازير البلديه وكاين كذلك اسيما. فعلا انا متفق معك استاذ لان هاد الناس من حقهم يقولوا هاد الهضره. علاش؟ لان المشكل اللي هو كيتطرح وبالحاح وكنعاود نقولوا هو لا بون جيستيون ما كايناش. يعني الموارد كلها ديال تقريبا ديال السوسيو ديال المرافق السوسيو اقتصاديه كلها كاينه في المنطقه ديال سيدي عثمان الا انه مع الاسف ما 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 ما, ما خداش حقه كنقولها بصراحه. كذلك بالنسبه للظلم الكبير والحيف الكبير اللي تعرضوا ليه الساكنه ديال الهراويين لان توقعت امام جلاله الملك اتفاقيه اللي هي كدار اعاده الهيكله ديال الحي كله اللي هي المبلغ ديالها ديك الساعه اللي كانت عملت الشركه ديال عمران هو 23 مليار ديال السنتيم.
يعني على اساس انه يدير واحد الوجه اخر لهذاك الحي. لهذاك الحي محقور راكم عارفين كانوا بكري كيقولوا لي غير حي الشيشان وكانت وقعت فيه احداث علاش لان كانوا الناس مساكن تما جاوا ودفوهم بعد السماسير ديال الانتخابات وبداو كيبيعوا لهم غير داك الشيء ديال الصنادق ب 3 مليون 5 مليون وجاو الناس مساكن من 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 خارج الدار البيضاء وسكنوا تما وعاد دابا تما كذلك كيمارسوا الاقتصاد الغير مهيكل ولا اخره. ودابا الان كاين 23 مليار دابا الان كنقولوا بانه راه اللهم انا ظلم منكر فعوض ما كانت هذيك الميزانيه كلها تحط لهذاك الحي. دابا الان كنتسالوا اش واقع؟ المفروض انه 2020 نورمالمون خص كل شيء يكون مقاد كل شيء يكون مصوب بعد ما توقعت اتفاقيه امام جلاله الملك. بالاخطر من هذا ان جلاله الملك جاب نفسه 2016 ودار الحجر الاساسي لانطلاق الاشغال ديال الحي ديال الهراويين الشماليه. ومع الاسف لحد الساعه حنا كنشوفوا نفس الحاله. الناس مساكن عايشين واحد التدمر. الناس مساكن عايشين واحد الظلم في هذيك المنطقه المحيطيه. كاين بعض الازقه اللي حاشا وجهكم كاين الواد الحار بين دار ودار ولا ما تغير شي واحد مسكين الله يجعل رحمه المغفره على الاموات ديالنا. الا ما تغير شي حد باش يمكن لك تخرجوا من الدار لهم فينوس ممكنش لا توقف قدام باب الدار خصهم يهزوا النعش ديال المتوفي ويضربوا به واحد المساحه باش يلاه يوصلوا للامبيونس. عاد زيد عليها كذلك المنطقه اللي كل مره عندها مشكل ديال الاناره. كاين بعض المرات اللي كيجيو الناس تما وكيتعرضوا لعباد الله كاين لي زاغريسيون ولو انه الاخوان تما في الامن كيديروا حملات فهذاك الشيء يعني هذاك الشيء كثير بزاف. هذيك المناطق راكم كتعرفوا ملي كتكون البطاله كاين الشباب ما خموش لهاد الناس اللي كاينين دابا الان على مستوى الدار البيضاء كامله. ما تخلقتش واحد كما كنقولوا حنا واحد المناطق صناعيه اللي يمكن تمص هاد البطاله ديال الشباب. الشباب الان مسكين ما كيلقى غير فراغ. ها انتم كتشوفوا كاع دابا مع الجائحه حتى بالنسبه للفضاءات الرياضيه كلها محبوسه فضاءات الحدائق كذلك حتى هما محبوسين. وهاد ولاد الشعب مساكن اش غادي يمكن نعملوا ولا ما خممناش لهم هما انهم على الاقل تما يضمنوا نفسهم واحد المستقبل واحد العيش كريم باش معاهم ومع وليداتهم حتى هما. حنا كنخموا بان هاد الوليدات هادو في كل مقاطعه سيرتو المحيطيه اللي عندهم الاراضي ما فيها حتى باس انها تعمل وحدات صناعيه بحال كما كان عندنا في المنطقه الصناعيه ديال مولاي رشيد اللي تبارك الله فيها الالاف ديال الشابات والشباب خدامين. كاين كذلك المنطقه ديال عين السبع كاين المنطقه كذلك ديال البرنوصي. علاش ما يكونش ثاني كذلك واحد دوزيام ترونش ديال هاد الناس ونشجعوا من خلال هاد المستثمرين الشباب نحركوهم نعطيهم الامكانيه والوسائل ديال العمل. وخص هاد الشباب فعلا حتى هما يمشيوا يتسجلوا الله يجازيهم بخير وحاربوا هاد الفساد اللي كاين دابا الان يحاربوا هاد المفسدين اللي بان لهم صالح وولد الناس وبغى يخدم المنطقه يصوتوا عليه يكون من اي حزب. المهم غير يعملوا ما في وسعهم انهم يختاروا بعض واحد النخبه ديال المجتمع اللي كان عندهم في الاحياء ولاد الاحياء ديالهم اللي يمكن لهم الوقت يمشيو يدقوا عليهم ويلقاوهم في جنبهم. شكرا سي عبد الحق مشور. شكرا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس برايس الى لقاء مقبل ان شاء الله.